أكريتين مع الميديهايدرا خلطة وكريمين مع بعض مهمين جدا للبشرة ويحلون كثر مشاكل. اللي مثلا عندهم مثلا مسام في البشرة يخلطون الأكريتين مع الميديهايدرا ويخففونه ويحطونه على البشرة عشان يوازن دهنية البشرة عشان يوخر المسام. اللي يبون نظارة يخففون الأكريتين مع الميديهايدرا ويوزعونه على البشرة. اللي عندهم حبوب يحطون الأكريتين على الحبوب بعدين يحطون ميديهايدرا على الحبوب عشان لا يصير أثر أسود بعد ما تروح هذه الحبوب. يعني الأكريتين يقشر البشرة وميديهايدرا يبني جدار البشرة، هذا يقشر وهذا يبني. فمن غير بناء لجدار البشرة بميديهايدرا ما ينفع، فهذول الاثنين هم ضروريين واستخدموهم حلوين حل البشرة.